اهلا بكم مشاهدينا. في الفترة الأخيرة انتشرت الإصابة بالأمراض الخاصة بالأمراض الصدرية، واللي بيرجع أغلبها للتلوث البيئي، يعني ممكن يكون بنسبة كبيرة كمان بيأثر على الكبار والصغار على حد سواء زي ما بيقولوا. كمان تغير الفصول من أحد الأسباب في انتشار هذا المرض. معنا الحديث حول هذا الموضوع دكتور نبيل الدبركي، استشاري أمراض الصدر والحساسية، أو أستاذ أمراض الصدر والحساسية. بنرحب بيك يا فندم. أهلا بيك يا فندم. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. كل سنة وحضرتك طيب، نورتنا. زي ما قلت كده في البداية، فعلا صح أنه أمراض الصدر انتشرت طبعًا كمان الفترة اللي الأخيرة. أصل هي أنت عارفة حضرتك هي مشكلتي جهاز تنفسي إيه؟ إن مشكلتي جهاز تنفسي أولا الأمراض المعدية سهل جدا. نقل العدوى سهل جدا. ليه؟ يعني احنا قاعدين في مكان، لو حد دلوقتي داخل عطس او كح سهل جدا الميكروب بتاعه ينتشر. صحيح. وملكيش اختيار في تعرفي ان الهواء دوت يا ترى فيه الفيروس الفلاني او الميكروب الفلاني غير كده. يعني مثلا انا دايما بقول ايه، في فرق بينه وبين الاكل مثلا وجهاز الهضم. الاكل بتشوفي لونه، بتشمي ريحته، بتشوفي طعمه. انت فاهمه؟ بتقول لا والله ده الاكل ده فعلا فيه مشكله، فخلاص مش حاكل. لكن انا قاعد مع حضرتك دلوقتي، انا شرفني مين اللي كان موجود. صح. مش انتوا يعني. مين اللي عطس ومين اللي كح؟ ايا كان. انا عموما يعني انا يعني الفتره دي في يعني انا عندي برد. والجو ما يحيش بالواحد يبقى عنده برد. وعندي حساسيه يعني. عندي قلت انا هتلاقي حد. فعايزه افهم ايه السبب، يعني ده سببه ايه؟ مع ان انا ما كانش فيه اي حاجه. شوف هقول لحضرتك حاجه، احنا في الفتره ديت زي ما انت شايفه كمان الجو ايه، متقلب. يعني ممكن تلاقي مثلا ايه ساعه الظهيره الجو حر او حاجه او كلام من ده، ممكن بالليل يبقى خلاص درجه الحراره بتنزل. صحيح. الحاجه الثانيه ان احنا بقى التكييفات ابتدت تستخدم طبعا جداً. وبكثره. والمراوح والكلام ده. فمطلوب قوي ان انا لما اجي جاي من مكان بره دافي وحر، ما اخشش على مكان مكيف فجاه، لان ده بالظبط هيبقى مثل بالظبط في الشتاء، اللي هو طالع من اوضه النوم اوضه دافيه جدا وهيطلع على طول يقابل الهواء الساقع. فهي كده كده بالظبط نفس الفكره. واضح هيك؟ فواحد جاي مثلا حران ودرجه الحراره بره 40 قربت على ال 40 مثلا، ويروح داخل مكان درجه الحراره فيه 20، التغير المفاجئ ده بيخلي بيحصل انقباض في الاوعيه الدمويه اللي هي اللي اصلا بتجايبه الجهاز المناعي كله، والاجسام المضاده اللي هي بتحمي الجهاز التنفسي من الميكروبات على طول يحصل انقباض فيها، وبالتالي الدم اللي هيندفع بيبقى قليل، والاجسام المضاده هتقل في الاغشيه المخاطيه المبطنه بقى من اول الانف للقصبه الهوائيه للشعب الهوائيه وهكذا. فهتبص تلاقي فعلا يبتدي يحصل نزلات البرد. الحاجه الثانيه برضو احنا بنستخدم المكيفات والحاجات ديت، المفروض برضو في يعني ايه ليها اداب صحيه معينه ان هي لازم ان احنا نبقى فاهمينها. يعني ما ينفعش مثلا واحد قاعد في مكان مغلق ومكيف وحد عمال يشرب دخان في نفس المكان دوت، طب انت بتزود نسبه التركيز بتاع الدخان في المكان دوت، وبالتالي كمان هتبص تلاقي الاثار الجانبيه بتاع التدخين بدات تظهر على اللي موجودين في الغرفه. او حد عنده برد عمال يكح او يعطس او كلام من ده وقاعد في غرفه مغلقه او مكتب مغلق مكيف، كل اللي هيخش يبقى نسبه التركيز برضه، لان التكييف بياخد الهواء وبيرجعه تاني. صحيح. الحاجه المهمه كمان اللي انا احب اكد عليها، الفلاتر بتاع التكييف لابد انها تتغسل اول باول على طول. ما تتسابش على اساس ان يحصلش طبعا ان الميكروبات، في ميكروبات معينه بتسكن في اجهزه التكييف، ودي بتبقى حقيقه مؤذيه جدا للجهاز التنفسي. صحيح. طيب انا عايز اروح حاجه لنقطه ثانيه كمان. يعني دلوقتي اصبحت الحساسيه شيء مزمن، ودي المشكله. يعني الواحد كان مثلا يجي له في بعض الفصول مع بدايه رياح ال50 مع تقلبات شويه ما بين فصل وفصل، لكن دلوقتي ناس كتير بتقول لي انا عندي حساسيه مزمنه على طول، مالهاش بقى علاقه لا بصيف ولا بشتاء. ولا هو كلام سعادتك مظبوط، بس هل هي فعلا حساسيه؟ هذه النقطة. لان انا مش عايز بقى ايه كل واحد يكح يقول لي انا عندي حساسية. كل واحد مثلا صدره مثلا يزيق او جاب بلغم يقول لك انا عندي حساسية. لا، الحساسية ليها مواصفات معينة. الحساسية حضرتك بتبتدي بالحالات البسيطة خالص. طبعا احنا عندنا الانف برضه ما تعمل مشكلة كبيرة. جيوب الانفية. طبعا. انا عندي طول السنة. ما انا بقول لك حساسية الجيوب الانفية، وطبعا دي اللي برضه بيخليها يأثر عليها مثلا تغيرات درجات الحرارة، تعرض للأتربة. طبعا انتوا شايفين موجات الأتربة اللي حصلت ديت.
الموسم ده كمان في حبوب اللقاح بتنتشر في الجو طبعا برضو بتزيد الفطريات الطور المتحوصل بتاعها بيبتدي يزيد في الفترة دي، فهبص تلاقي الحاجات دي كلها بتبتدي تهيج على طول التفاعل بتاع الحساسية. كمان ان احنا هنبتدي نشوف حشرات، والحشرات هيتبعها ان احنا نستخدم مبيدات، والمبيدات اصلا تعتبر مثير برضو للجهاز التنفسي. طيب يبتدي الحر برضو يجي يخش، هيبتدي يستخدم عطور نفاذة اكتر. العطور النفاذة برضو لابد تستخدم بتعقل، بحيث ان انا ما استفزش الجهاز التنفسي. او البخور احيانا دي عطور بقى بعنف دي. الحاجة اللي بعد كده كمان المطهرات، يعني حاجات كتيرة جدا. يعني مثلا العينين بيقول لي عيادة او خلي بالك، او خلي بالك انت المفروض تبعد عن الحاجات الرائحة النفاذة، وعايزك تقلل ان انت تتعرضش للمطهرات. يا ده انا حياتي كلها ديتول وحياتي كلها كلور. والله فعلا دي حقيقة، حياتك كلها ديتول. لا ما دي مواد كلها مستفزة للجهاز التنفسي، المفروض استخدامها بتعقل شديد جدا جدا. ولو واحد عنده حساسية ما يجيبش ان هو يتعرض للروائح دي. امتى اعرف يا دكتور ان اللي عندي ده حساسية او مش حساسية؟ تمام. إيه لو هنتكلم مثلا حساسيه الشعب الهوائيه، طبعا دي اللي تهمنا اكتر، لان هي دي اللي بتسبب ازمات ربويه. طبعا المريض الحساسيه اللي هي اصلا بيعاني من حساسيه بسيطه هيك ومتقطعه، بتبقى عباره عن بتيجي في صوره لو ممكن يتعرض لماده مثيره لتفاعل الحساسيه، وطبعا اكثرهم فيروسات البرد. لذلك اقول لك ايه، انا بتحصل لي المشكله لما بتعرض لنزلة البرد. صحيح. طبعا فيروسات البرد اكبر مثير للحساسية. لو هو اصلا اتعرض لنزلة البرد، او اتعرض بقى لموجة ترابية عالية، او دخان، او مبيد حشري، او عطور نفاذة قوي، او مطهرات زي ما احنا قلنا، او مواد كيميائية، الكلام ده كله، او مراوح او تكييف في وشه على طول، الكلام دوت لو اتعرض دي على طول حضرتك بتبتدي تثير التفاعل بتاع الحساسيه، ممكن يبتدي يعاني من ازمه. الازمه دي بتيجي في صوره ايه بقى؟ ضيق في التنفس، التنفس بتاعه هيبقى في ضيق في التنفس، هيبتدي في كمان يحس ان صدره طبعا بيزيق، ممكن يبقى في تزييقه. في الحالات الشديده قوي، لو الازمه شديده قوي، بتبقى ممكن مش هيسمع تزييق، بس كتمه تنفس غير عاديه. صحيح. وحتى ممكن الدكتور يحط السماعه مش هيسمع حاجه، لان الشعب قفلت خالص ما بتسمحش، بس دي في حالات شديده قوي. فدي اصلا الازمه ديت، وبيعقبها بقى في الاخر في طبعا كحه، والكحه في الاخر خالص في نهايه الازمه يبتدي يطلع مخاط في حته صغيره كده. واضح؟ طبعا اللي انا بقوله ده بتختلف حدتها وشدتها من مريض للتاني، يعني مش لازم كله بيبقى، يعني من مريض للتاني بتختلف. طيب اللي هي طبعا احنا قلنا دي بسيطه ومتقطعه. طيب اللي هي في بقى اللي هي المتوسط اللي هي مستمره بقى معاه، بتجيله بقى بشكل مثلا ايه اسبوعي او كلام من ده، دي مستمره. في منها بقى اللي بتجيله مثلا بشكل اسبوعي مره او مرتين في الاسبوع، والاعراض بتبقى مش شديده قوي. وفي بقى منها لا بتيجي بشكل شديد جدا. طب علاجها ايه يعني ايه العلاج اللي بياخده؟ ما هي دي بقى جميل قوي سؤالك بقى. على فكره حاسس ما بقتش مرض مخيف ومقلق زي زمان. هو مش مخيف مقلق، بس مزعج. ما هو مزعج بس أوي. يعني ايه مش مقلق زي زمان طبعا. ومش مزعج زي زمان ليه؟ لو حاجه واحده، لو المريض اصلا عرف ان اساس القصه بتاعته تتحل بالمتابعه الجيده مع طبيب متخصص، في ثوره في علاج الحساسيه دلوقتي. يعني اصبح احنا كنا زمان خالص ما كانش فيه ادويه للحساسيه غير ان هو ساعه ما تجيله الازمه يروح للاستقبال يديله على طول حقن كده يعني بدائيه جدا وكلام من ده. لا دلوقتي خلاص، ده دلوقتي ممكن يمشي مثلا على ادويه ومستنشقها كمان. والمستنشق ده كويس قوي ان احنا بنتكلم في القصه دي، عشان ما يجيش يقول لي ادي انا اصل خايف من البخاخ او خايف من المستنشق دوت لان خايف ان انا ادمنه. يا سيدي لا، ادمنه ايه؟ ولا في كورتيزون ده يقول ايه دخل دل ده؟ يعني طيب هو الراجل اللي عنده سكر وبياخد علاج للسكر هيدمنه؟ لا. واللي بياخد علاج للضغط هيدمنه؟ فده علاج، ما فيش قلق. لكن هي جاي الهيستوري من ايه؟ من كان بيسمع مثلا ايه اللي بيشم الهيروين، اللي بيشم الكاين، يقول لك لا انا خايف ان انا ادمنه. او يقول لك ليه اصل فلان الفلاني ده كان بياخد البخاخ دوت وتاني ياخده على طول. يا سيدي لا، احنا ده ميزه المستنشق، ودي كويس اللي احنا بنتكلم فيها،
وسريع ما فوق ما بيروحش الدم الا بتركيزات ضعيفه جدا. فحتى ايفن لو في كورتيزون زي ما حضرتك بتقولي، الكورتيزون ده طبعا سيد الادويه للتحكم في مسار الحساسيه صحيح، ولكن هم ليه البرشام بتاع الحساسيه ده طبعا رخيص جدا، كلام فاضي يعني حاجه. ولكن طب ليه اروح انا اجيب مستنشق ثمنه مثلا 500-600 جنيه رغم ان البرشام بيساوي مش عارف 10 جنيه ولا كلام من ده؟ لان كل دوت عشان ليه بقى؟ انا بوصل لمكان الحساسيه في اسرع وقت ممكن وبطريق مباشر، وفي نفس الوقت ما بيروحش الدم الا بتركيزات ضعيفه جدا. فبالتالي ان انا الاضرار بتاعته هتبقى قليله جدا جدا جدا. يعني مثلا انا دلوقتي في حساسيه في الجلد احط مرهم، حساسيه في العين بحط قطره، حساسيه في الانف باخد مستنشق، انا برضو عندي حساسيه في الشعب اخد الاستنشاء البخاخ او غيره، في انواع كتيره جدا من المستنشقات، بحيث ان انا اوصل للشعب الهوائيه على طول بطريق مباشر باقل المضاعفات. وهنا دلوقتي بقول لحضرتك حصل ثوره في الـ في الـ في الـ يعني ممكن طبعا العيان دوت ممكن ياخد ممكن ياخد مره واحده في اليوم فقط. او مرتين طيب تخليه عايش حياه زي الفل. دكتور، في مرض اسمه مرض السده الرئويه المزمنه عند الكبار تحديدا. ده طبعا هو دي كويس، برافو عليك، السؤال بتاعك ده جميل جدا. السده الرئويه المزمنه دي عباره دي بسبب ايه بقى؟ وكويس احنا بنتكلم عنها. السبب الرئيسي ليها الدخان، التدخين. رقم اتنين تلوث الهواء اللي انت برضو اتكلمت عليه في التدخين مع تلوث الهواء، الاثنين بيشتغلوا عاملين مش يعني بيساعدوا بعض في ان ينشئوا التهابات شعبيه مزمنه، والرئتين بتفقد المطاطيه بتاعتها. الرئه دي بالظبط حضرتك عامله زي مثلا ايه، انت عارفه البالونه في عمليه الشهيق، احنا بناخد النفس فتنفخ صحيح. فعمليه الزفير المطاطيه بتاعتها بص تلاقيها تروح قافلها لوحدها. في المريض بقى لما يبقى الشعب الهوائيه بدات تقفل، فيبتدي هو ممكن ياخد الهواء بصعوبه، لكن يطلعه بقى بصعوبه اكتر، وما بيعرفش يطلعه كله، وبالتالي طبعا مش هيعرف يطلعه كله، يبقى في جزء من الهواء هيتحبس في الرئتين، فبيجي يجدد الهواء تهويه الرئتين هيبقى ضعيف طبعا. يعني مثلا لو انا مثلا هقول مثلا عايز مثلا 100 سم يخش، لا مش هيخش ال 100 سم، هيخش 50 سم، لان في 50 سم قاعدين جوه مش عايزين يطلعوا. طب يبقى معنى كده ان ثاني اكسيد الكربون اللي الجسم عايز يتخلص منه مش عارف يتخلص منه، لان نسبه ثاني اكسيد، لان هو بيجي من الدم، ثاني اكسيد الكربون تركيزه عالي في الدم وتركيزه المفروض يبقى منخفض في الرئه، يبقى يعني عمليه كده مش عايز اعقدها وببسطها، مش هنعرف ثاني اكسيد الكربون يطلع كويس، مش هنعرف اكسجين يخش كويس، يبقى في دلوقتي سوء تهويه وسوء تغذيه للجسم بالاكسجين، وبالتالي زياده نسبه ثاني اكسيد الكربون في الدم. طيب ده اثر حضرتك بيحصل الضيق في الشعب الهوائيه دوت، ويبتدي يزداد مرض زاحف مستمر في صمت. خلي بالك بقى ليه بقى؟ تبص تلاقي المدخن يقول لك ايه عادي، يعني اصل انا عشان بشرب سجاير فبكح الصبح عادي. لا انت ما تعرفش، ممكن دي بدايه السده الرئويه. اصل انا بنهك شويه على اساس ان انا بشرب دخان. طب انت برضه ما تعرفش، وممكن برضه الدخان ده النهجان دوت حصل سده رئويه. انت عارفه حضرتك في اوروبا في امريكا وبتاع وكلام من ده، ساعات بيقفوا في الميادين يبتدوا مثلا ياخدوا الناس يعملوها وظائف التنفس. وظائف التنفس دي مهمه جدا، زي ما انا بعمل وظائف كلى وظائف كبد، برضو ان انا اعمل وظائف لجهاز التنفس. المرض طبعا دوت زاحف في صمت ومستمر، ومفيش حاجه توقف المسيره بتاعته. مفيش دواء يوقف المسيره بتاعته، ولكن اللي يمكن يبطئ المسيره بتاعته الامتناع عن التدخين. يبطئ. واحنا بنتكلم ولو ما دخنش بقى من الاساس صحيح ممكن يتجنبه. لا، وعايز اقول لحضرتك النهارده 31 مايو في المفروض يعني اليوم العالمي للاقلاع عن التدخين. ما انا بقول حاجه جميله جدا. الحاجه بقى كمان اللي انا عايز اقوله ان السده الرئويه المزمنه، كويس انت جبت سيرتها دي، في 2020 عالميا هتبقى ثالث سبب لحدوث الوفيات. ثالث سبب اهو بنحاول يعني طبعا يبقى في توعيه. لا كويس، برافو عليكي، ما انت عملتي عليها يعني بنحاول انه يبقى في توعيه. طبعا يعني طبعا المفروض انه الفقره كانت تطول اكتر من كده، ولكن يعني لظروف فقراتنا وحضرتك طيب. نشكرك شكرا جزيلا دكتور نبيل أدبركي، استشاري استاذ امراض الصدر والحساسيه، على وجودك معانا. واكيد هيكون في لقاءات اخرى ان شاء الله. شكرا جزيلا. طيب.
نروح لفاصل، بعد الفاصل هنريح شويه كده مع حضرتك وقليل من الانشاد الديني بعد فاصل.